ولما سافرت بره في موضوع حقوق الانسان، من اهم الموضوعات اللي ازعجوني بيها موضوع اللي هتعملوا ايه مع المنظمات منظمات العمل المهددة. المدني وتوفيق اوضاعهم وحضرتك كنت جزء من دور المهلة التي أعطيت لهذه المنظمات انا في جذب أكثر. فانا الحقيقه احنا افهمتهم ان ده قانون وطني، ولابد ان هذه المنظمات توفق اوضاعها، فطالبوا بانها يرجأ ذلك الى ما بعد البرلمان. الحقيقه دخلنا في مفاوضات عديده معاهم واتكلمنا في الموضوع لمده طويله، والحمد لله مر هذا الموضوع بسلام وما حصلش حاجه فيه، وموضوع التمويل لانه ده حضرتك منسق معاه، يعني لا يمكن ان تقبل تمويلات او بالنسبه للتمويلات برضو الا بالتنسيق مع حضرتك الا بالتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي ومع ومعايا حضرتك. بالنسبه للمنظمات اللي هتكون مسؤوله عن عمليات انها تساعد المحرومين والمهمشين عن طريق وزارتنا الا بموافقه مني. طبعا كل الحاجات دي مش معنى كده ان احنا بناخد شغل بعض، ولكن بتنسق مع الوزارات طبعا الأخرى.